نشرة السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، والبداية بالعناوين. قوات البنيان المصوصة تطرح خطة لتأمين مدينة سرت، وبدو عودة عدد من العائلات النازحة إلى مناطق 30 والجبيبة والسبعة غربي سرت. جامعة الدول العربية تعقد جلسة مشاورات حول تطورات الأوضاع في ليبيا، ومبعوثها الخاص يقول إن الجامعة مستعدة لرعاية حوار مستقبلي بينها. الشركة العامة للكهرباء تحذر من دخول البلاد في إظلام تام في ظل موجة برد شديدة تضرب البلاد وتزيد معاناة النازحين خاصة داخل المخيمات. قال الناطق باسم غرفة العمليات الخاصة محمد الغصي إن عددا كبيرا من نازحي مدينة سرت رجعوا إلى الأحياء رقم 1 و2 و3 بالتنسيق مع المجلس البلدي والحاكم العسكري سرت. وأضاف الغصي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات البنيان المرصوص ستبدأ في غضون أيام قليلة في تنفيذ خطة تأمين مدينة سرت بالكامل من خلال نشر التمركزات ونقاط التفتيش، مؤكدا تواصل عمليات التمشيط وإزالة الألغام. وأشار الغصي إلى أن قوات البنيان المرصوص تراقب العناصر التابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في وادي كعام وسوق الخميس بعد ورود معلومات عن وصولها إلى هذه المناطق. وأكد المتحدث باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية محمد جنون استمرار عمليات الاستطلاع في المنطقة الوسطى الممتدة من سرت إلى مصراتة والخمس وبن وليد لرصد تحركات الفلول الهاربة التابعة لما يعرف بتنظيم الدولة. في سياق آخر قال جنون إن طائرة النقل C-130 التي استهدفتها قوات الكرامة في 3 يناير الجاري بمطار الجفرة وصلت إلى الكلية الجوية مصراتة. وأضاف المتحدث باسم غرفة الطوارئ الجوية لقناة ليبيا لكل الأحرار أن فنيي وطياري سلاح الجو الليبي تمكنوا من صيانة الطائرة وإرجاعها إلى مدينة مصراتة بعد تعرضها لعطل في أحد محركاتها وانفجار الإطارات وإصابات في الهيكل جراء الشظايا. قال عميد بلدية سرت مختار المعدني إن عدد من العائلات النازحة عادت إلى ديارها في مناطق 30 والجبيبة والسبعة غربي سرت وضواحيها والضواحي الجنوبية إلى بوهادي والضواحي الشرقية إلى جزيرة الدوران رقم 3 كمرحلة أولى. وأوضح المعدني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المجلس البلدي بصدد إعداد تقرير عن الوضع في مدينة سرت بعد اجتماعه مع كل القطاعات الخدمية، وذلك لتحديد الأولويات المهمة لضمان عودة جميع النازحين. وطالب المعدني السلطات المحلية والدولية بدعم المجلس البلدي لإعادة إعمار سرت وتأهيلها بالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بها جراء الحرب. أفاد الناطق باسم مستشفى مصراتة المركزي أكرم جليوان بأن قسم الطوارئ استقبل فجر اليوم عائلة مكونة من 7 أفراد جراء احتراق منزلهم. وأكد جليوان لقناة ليبيا لكل الأحرار وفاة جميع أفراد العائلة اختناقا وحرقا باستثناء طفل يبلغ من العمر 5 سنوات تلقى العلاج وغادر المستشفى، مشيرا إلى أن الأطفال الأربعة الآخرين تتراوح أعمارهم بين 1 و3 سنوات. أعلنت الخارجية الإيطالية إعادة فتح سفارتها في طرابلس بعد إغلاق استمر قرابة 2 سنين بسبب سوء الأوضاع الأمنية في البلاد. وأكدت الخارجية الإيطالية في بيان لها أنها ستعيد سفيرها إلى ليبيا وأنه سيقدم أوراق اعتماده لحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء. الجدير بالذكر أن عودة السفير الإيطالي إلى طرابلس تعتبر أول عودة لبعثة دبلوماسية إلى ليبيا. قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن إيطاليا
وافقت على تدريب قوات ليبية دعما لبرنامج حكومة الوفاق الوطني لتأمين الحدود البرية والبحرية. ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على فيسبوك عن وزير الداخلية الإيطالية ماركو مينيتي قوله إنه تم خلال اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس الرئاسي فاز سراج الاتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركة تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والتعاون بين البلدين لحماية الحدود خاصة الحدود الجنوبية. في السياق ذاته اعتبر وزير الخارجية الإيطالية أنجيلينو ألفانو أن عودة السفير الإيطالي بعد عامين إلى ليبيا تعتبر بادرة صداقة عظيمة للشعب الليبي. وطالب ألفانو في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة تويتر طالب بالمزيد من العمل على ضبط مغادرة المهاجرين غير النظاميين. قال مبعوث جامعة الدول العربية الخاص إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي إن هناك أزمة ثقة بين المبعوث الأممي مارتن كوبلر وبعض أطراف الأزمة في ليبيا، وأنه يعمل على تفعيل المصالحة كبداية لحل الأزمة. وأضاف الجمالي في كلمة له خلال اجتماع مجلس الجامعة بشأن ليبيا أن سيطرة قوات الكرامة على الموانئ النفطية دفعت دولا غربية لمراجعة موقفها من خليفة حفتر، قائلين أنه سيزور طرابلس الأسبوع المقبل للتباحث مع الأطراف الليبية، وأن الجامعة العربية مستعدة لرعاية حوار مستقبلي بين هذه الأطراف. وأكد الجمالي أن هناك أكثر من نصف مليون ليبي نازح داخل ليبيا، مشيرا إلى أن الوضع الأمني غير مطمئن وقابل للانفجار في أي وقت على حد تعبيره. صرح أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطة بأن الجامعة تعمل بشكل جاد من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية والأزمات الأخرى في دول الشرق الأوسط. ودعا أبو الغيطة في رسالة وجهها إلى أمين عام الأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيريس إلى التنسيق بين المنظمتين لتسوية الملف الليبي، منوها بتجربة ترويكا المشكلة من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتنسيق بشأن التوصل إلى تسوية للأزمة في ليبيا. ووصف الباحث في الشأن السياسي والقانوني محمود إسماعيل في نشرة سابقة قرارات الجامعة العربية بالخجولة، لافتا إلى أن ليبيا في حاجة للتدخل في الجانب الإيجابي فقط. لن يكون لهذا أي دور إيجابي في المطلق فيما يتعلق بالشأن الليبي، فقراراتها دائما جد خجولة وإجراءاتها جد بطيئة، وتتكلم على إمكانيات أن تتدخل باعتبار أن ليبيا يرونها كالرجل المريض كبير بالسن الذي يحاول الجميع اقتناص جزء من ميراثه أو تركته أو تدويرها لصالح أو تجييرها لصالح هذا أو ذاك. مواقفها مواربة وغير واضحة. تم تعيين أيضا مبعوث لها، كما تم تعيين مندوب أو مبعوث من قبل الاتحاد الأفريقي، وكثرة هؤلاء لن تنتج. ليبيا تحتاج فقط إلى رفع الأيدي عنها من آليات التدخل إلا بالشق الإيجابي. حذرت الشركة العامة للكهرباء من حدوث إظلام تام في حالة استمرار قفل الصمام الرئيسي لخط الغاز الطبيعي للمغذي لمحطة الزاوية. وأوضحت الشركة في بيان لها نشر عبر صفحتها على فيسبوك أن عددا من الأفراد قاموا بقفل الصمام مما تسبب في فقدان جزء كبير من إنتاج المحطة ونتج عنه زيادة في عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي ودخول بعض المناطق في إظلام تام بحسب ما جاء في البيان. وأضاف البيان أنه إذا استمر قفل خط الغاز لمدة تزيد عن 3 أيام فإن المحطة ستتوقف عن العمل بشكل كامل. أعلنت شركة العامة للكهرباء حدوث إظلام تام في المنطقة الجنوبية نتيجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة ووجود بعض وحدات الإنتاج خارج الخدمة لأسباب فنية.
وأضافت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن إقفال خط الغاز في منطقة بئر ترفاس عن محطة كهرباء الزاوية المزدوجة أدى إلى فقدان ما قيمته 350 ميجاوات، مشيرة إلى أن العمل جاري لإعادة التغذية الكهربائية في المنطقة الجنوبية. أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن مجموعة من الأفراد قاموا يوم أمس بإغلاق صمام خط الغاز في منطقة بئر ترفاس المغذي لمحطة كهرباء الزاوية. وأوضحت المؤسسة في بيانها أن إغلاق الصمام أدى إلى فقد جزء كبير من إنتاج المحطة نتيجة الاضطرار لتشغيلها باستخدام وقود الديزل. وحذرت المؤسسة من تداعيات هذا الإغلاق حسب ما ذكرت الشركة العامة للكهرباء والتبعات المالية الكبيرة التي ستنتج عن زيادة استيراد الوقود السائل وزيادة جرائم التهريب المصاحبة التي ستحدث في الزاوية. تستمر موجة البرد داخل البلاد ونزول الأمطار الغزيرة طقس كانت انطباعات المواطنين نحوه بين مبتهج بالغيث النافع ومتخوف من تأثيرات موجة البرد على حياة الناس. التقرير التالي يرصد آراء بعض المواطنين من موجة البرد التي شهدتها البلاد مؤخرا. انقطاع الكهرباء، نقص السيولة، صعوبة الأوضاع المعيشية والتوترات الأمنية عوامل حالة دون شعور المواطن الليبي بالابتهاج لنزول الغيث النافع هذه السنة، حيث زادت المخاوف من عدم القدرة على مجابهة موجة البرد والأمطار. صدق هذا يبي احنا مش مستعدين لو مش مقاولين عليه، نزيد فوق هذا كله مضطر. الله يبارك ما شاء الله، مقدرة كل الدنيا مجاري، ما نعرفش القصة بالضبط. هذا وقد ضاعفت مشكلات عدم توفر الوقود والبنزين والكهرباء لاستعمالها في التدفئة الأمر سوءا مع موجة البرد التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة. شدة البرد وقلت حتى المياه، وهذا يعني من الشعب الليبي، وحتى أطفال ماتوا، تعبت الناس في أشد التعب والله، وهذه يعني نعتبرها مفتعلة. لم يغفل بعض المواطنين عن التفكير في معاناة النازحين خلال هذا الطقس البارد، وخاصة من دمرت منازلهم ولا مكان يؤويهم ويقيهم الأمطار والبرد. معاناة وبس مثال، قصدي تجي تشوف الناس النازحين والناس اللي موجودة تو ساكنين في مخيمات، ساكنين في واحد، قصدي الله في العباد ولا لا فدوا الناس. رغم هذه المخاوف والظروف القاسية، يظل البعض ممتنا لنزول مطر الخيرات، متمنين أن تمسح كل الأحزان والأوجاع عن البلاد. يعاني مخيم الفلاح بطرابلس الذي يضم قرابة 300 عائلة نازحة من تورغا ظروفا إنسانية صعبة مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار التي تسربت إلى كل زوايا المخيم والمدرسة. وناشد المواطنون الجهات المسؤولة تقديم الدعم لهم ومساعدتهم في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت. كاميرا ليبيا لكل الأحرار تجولت في المخيم وعدت التقرير التالي. 6 سنوات عجاف داخل مخيم الفلاح بطرابلس، مخيم يختزل حكاية نازح تورغا بكل مآسيها. نازحون تشردوا في شرق البلاد وغربها بحثا عن ملاذ آمن يحميهم من برد الشتاء وحرارة الصيف، ولكن لا الشتاء ولا الصيف كانا رحيمين بهؤلاء. موسم الشتاء نعاني من معاناة حادة جدا، يعني انت كما تشوف لدينا مخيم غير معد للسكن، ونظرا لكبر العائلات كبار السن والعزائز والامهات، يعني كل نعاني في اللي عندنا حالات مثلا فيهم يتعالوا بالضغط السكري، وعندنا اطفال حتى في حالة رادية من الايام اللي فاتت. نحن نعاني الكثير والكثير. بهذه الكلمات لخص إبراهيم حالة قرابة 300 أسرة ليبية في مخيم الفلاح. برد وانقطاع للتيار الكهربائي ونقص في السيولة والتموين وازدحام شديد، والمطلب واحد وبسيط، الرجوع إلى الأرض. نعاني في هذا المخيم الكثير والكثير من برد وانقطاع التيار الكهربائي، نقص السيولة، وكثر العائلات. أطفال تورغا حكاية أخرى،
تحدوا قساوة الطقس للوصول إلى المدرسة، وعيونهم تروي تفاصيل الحكاية دون كلام، حكاية نازح يحلم بالعودة، يحلم بمنزل ومدينة وأرض تحمل ذكرياته وذاكرته. نبروحه عينا من العيشة هاته ونكلم الناس جميع القبائل بأن يسرع في العودة إلى مدينة تورغا، إن شاء الله ربي يوفقهم في العمل. هذا هو حال مخيمات تورغا، صورة تتكرر منذ سنوات بحلوها ومرها. ومع توقيع الاتفاق بين مصرات وتورغا استبشر النازحون خيرا ورأوا موعد العودة قريبا، على أمل أن تفاعل الدولة اتفاق المصالحة لتنهي معاناتهم. نشاطنا متواصلة وفيها. جمعية سوق الكفر الخيري توزع سلات غذائية على الأسر النازحة وذوي الدخل المحدود بأسعار رمزية، وتستثمر المداخيل في مشاريعها الإنسانية. قوات البنيان المرصوص تطرح خطة لتأمين مدينة سرت وبدو عودة عدد من العائلات النازحة إلى مناطق 30 والجبيبة والسبعة غربي سرت. جامعة الدول العربية تعقد جلسة مشاورات حول تطورات الأوضاع في ليبيا، ومبعوثها الخاص يقول إن الجامعة مستعدة لرعاية حوار مستقبلي بينها. الشركة العامة للكهرباء تحذر من دخول البلاد في إظلام تام في ظل موجة برد شديدة تضرب البلاد وتزيد معاناة النازحين خاصة داخل المخيمات. افتتحت جمعية سوق الكفر الخيري مشروعها الثالث والمتمثل في بيع سلات غذائية للأسر النازحة وذوي الدخل المحدود بأسعار رمزية بمدينة الكفرة. وأوضح عضو جمعية سوق الكفر الخيري أحمد عقوب لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه قبل البدء في مشروع السلة الغذائية أطلقت الجمعية حملة جمع تبرعات استمرت شهرا وجابت أغلب أحياء الكفرة وشوارعها واستهدفت المواطنين وأصحاب المحال التجارية. وأضاف عقوب أن الجمعية تمكنت من جمع 100 سلة غذائية، مشيرا إلى أن فكرة جمعية سوق الكفر الخيري تعتمد على البيع للأسر النازحة والمحتاجة بأسعار رمزية. وأوضح عضو سوق الكفر الخيري ناجح سليم أن مشروع السلة الغذائية هو الثالث الذي تطلقه الجمعية بعد مشروعي الحقيبة المدرسية المتكاملة وملابس العيد. مشروعنا مشروع سوق الكفر الخير، مشروع بناء على تبرعات. أول موسم كان موسم الملابس ذوي الدخل المحدود، حيث قمنا باستعمال تبرعات من تجار الملابس وبعض التبرعات من الناس المواطنين، حيث تم استفتاح هذا المشروع وقمنا باستثمار المبالغ التبرعات التي دخلت في المشروع الأول الأساس، ثم استثمرنا المشروع الثاني وهو مشروع القرطاسية المدرسية، حيث استفدنا منها في نفس الطريقة استثمار من مكاتب التجار، من مساعدات من التجار تعيين مكاتب خاصة. عمد بعض أصحاب المحلات التجارية إلى استعمال نظام الدفع بالبطاقات الإلكترونية لتسهيل الحركة التجارية بسبب المختنقات الاقتصادية وشح السيولة، وقد دفع انعدام السيولة عددا من التجار إلى انعدام إلى التعامل بالبطاقات التجارية داخل محالهم، غير أن عددا منهم يعتبر هذا الحل مثقلا لكاهل التجار في حين يستفيد منه المواطن. الإشكالية الأعظم اللي واجهتنا إن الآن ما نبوش نسموها يعني عدم رأي يعني عدم المصداقية، لكن حقيقة المصرف لم يبذل الاستعداد التام في أن يغطي مثلا تكاليف الفواتير يعني في صورة يعني دورية يعني مستمرة. فالإشكال اللي وقعنا فيه الآن يعني المواطن بيحاول أن يشتري بضاعة من داخل الأسواق عن طريق البطاقة،
ولكن الان يعني الثقل بيكون على كاهل التاجر. كان الامور كويسه جدا، وطلعوا حتى في ذلك الوقت على ما اعتقد بعض من مدراء المصارف زي مصرف الجمهوريه والمصرف التجاري، وداروا اعلانات وانهم يعني ينصحوا حتى المواطنين بالاستغناء عن الورقه النقديه والعمله النقديه والاتجاه الى نظام الدفع عن طريق الكروت. وفعلا هي بالنسبه للمواطن، ونحكي على نفسي انا يعني، وفرت علي الكثير من الجهد والوقت، وخاصه كيف ما نشوف الان في ازمه نقص السيوله في 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 الدوله الليبيه بصفه عامه. إلى عناوين النشرة. قوات البنيان المرصوصة تطرح خطة لتأمين مدينة سرت وبدو عودة عدد من العائلات النازحة إلى مناطق 30 والكبيبة والسبعة غربي سرت. جامعة الدول العربية تعقد جلسة مشاورات حول تطورات الأوضاع في ليبيا، ومبعوثها الخاص يقول إن الجامعة مستعدة لرعاية حوار مستقبلي بينها. الشركة العامة للكهرباء تحذر من دخول البلاد في إظلام تام في ظل موجة برد شديدة تضرب البلاد وتزيد معاناة النازحين خاصة داخل المخيمات. ختام النشرة، وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب. إلى اللقاء.